اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم صوت الناس. النهارده الحلقه مختلفه كتير. عايز اقول لكم ان كنا بنتكلم كتير قوي عن مصر الرقميه، مصر الالكترونيه، وفي ناس اتكلمت على ان مصر الرقميه دي فكره لا مش موجوده وانه فنكوش وانه مش هيحصل. عايز اقول لكم انا رحت بنفسي اي جي جيت وانبهرت جدا 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 من المستوى اللي موجود في مصر. يا ترى ايه اللي موجود في مصر؟ ايه اللي احنا عملناه في الفتره الاخيره دي وايه اللي وثقناه بشكل اكتر من خرافي؟ عايز اقول لكم حاجه بجد مبهجه وحاجه مشرفه وحاجه تخليك كمصري كده تفتخر جدا ان مصر فيها التفكير ده والقدره على ان احنا نقدر نعمل ده. الواحد كان بيقول الاول الحكومه تقيله، ما مش مستوعبه التطور اللي بيحصل في الخارج، مش سريعه. لا، لقيت الموضوع بصراحه نموذجين اكتر من رائعين. كان الاي تي اي ده انا رحته بنفسي برضو هناك وشفت، اللي هو معهد تكنولوجيا المعلومات، واي جي جيت، الاثنين بصراحه نماذج مشرفه جدا 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 لطريقه العمل الحديثه والهدف اللي احنا فعلا رايحين له ومصر رايحه. عايز اقول لكم الاسبوع ده كان حافل بشكل كبير جدا باحداث مهمه جدا. الاحداث دي عايز اقول لكم في ناس قاعده مرتاحه دلوقتي، يعني انت مطمن على بلدك، لان الاحداث دي اثبتت ان الدوله المصريه دوله قويه قدرت تثبت قوتها على مش على مستوى محلي بس، لا مستوى محلي واقليمي ودولي كمان. كلنا فاكرين بعد 2011 وازاي ان الامم تكلبت علينا، وكان كله بيقول لك خلاص مصر خلصت وان هيظهر قوة جديدة للشرق الاوسط ومنطقة شمال افريقيا لها كلمة في الملفات المهمة اللي موجودة. ناس طمعت بقى في الكلام ده، اللي طمع في الخلافة العثمانية، واللي طمع في انه حاجة كده صغيرة كشك عايز يكبر يبقى سوبر ماركت اخره يعني. كله كان بيراهن على انهيار الدولة المصرية في 2011، وما كانش في حد قادر يستوعب ان فعلا مصر ممكن تبقى ربع اللي احنا فيه دلوقتي. انا عايز اقول لكم المناورة بتاعت قادر 2020، كل المحاور الاستراتيجية الخاصة بمصر، لما مصر بتقول للعالم كله لا مصالحي عارف احميها. في 2020 بقت مصر اقوى بكتير من 2011. بقى عندنا القدرة السياسية والقدرة العسكرية والقدرة الدبلوماسية اللي رجعت تاني مصر ان كلمتها تبقى مسموعة مش في المنطقة بس، لا في العالم. طيب دليل على الكلام ده، خلال الاسبوع اللي فات ده اكبر قاعدة عسكرية في البحر الاحمر، بتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية، حاجة محترمة جدا. شفنا مناورات قادر لسه كنت بقول لكم عليها، كل المحاور الاستراتيجية، مصر بتأمن كل حدودنا. كمان شفنا مصر وهي قادرة انها تفرض وجهة نظرها في الملف الليبي ضد دولة طمعانة في مقدرات الشعب الليبي الشقيق. طبعا في ناس قاعدة عمالة تقول لك طيب وملف سد النهضة شفنا تقدم غير مسبوق في ملف سد النهضة، وطلع على فكرة من 2011 بنتفاوض وشفنا كلنا الكارثة اللي حصلت وما تبناش السد ده غير لما مصر ضعفت. طلع بيان ختامي للقاءات الموجودة في واشنطن باتفاق حول وجهة النظر المصرية. طيب ليه؟ برضو هنا دي نقطة مهمة قوي. احنا كمصريين عمرنا
ما بنشوف ان الدول التانية مش من حقها ان هي يبقى عندها نوع من انواع الازدهار او الاستثمار او التنمية او ايا كان. بالعكس احنا نساعد، نمد الايد لده، بس ما تجيش علينا على حقنا. فكانت وجهة النظر المصرية دايما مستندة على اسس علمية سليمة بتضمن حق الشعب الاثيوبي في التنمية، وبتضمن برضو حقوق الشعب المصري والسوداني في حقنا التاريخي في مياه النيل. ودي العبقرية المصرية، يعني او خلينا نقول دي العقيدة المصرية. انا عايز اقف عند الموضوع ده شوية، لان في شوية مواقع كده اخدت المعلومات، او اخدت مش كل المعلومات، كمان اخدت معلومات غلط وابتدت انها تشتغل عليها بخصوص ملف سد النهضة ده. عايز اقول لكم ان واشنطن طلعت بيان، والبيان ده هقول لكم كده الملخص بتاعه علشان ما يبقاش فيه كلام كتير. سريعا كده هقول لكم الملخص الخاص بهذا البيان. واحد، ان ملء خزان السد متوقف على كمية الفيضان المتغيرة من سنة للتانية. وده المفهوم ده ملوش علاقة بكم سنة، يعني محدش يقول لي ايه اصل الخزان ده هيتملي مثلا في 7 سنين، في 10 سنين، في 15 سنة. لا، هو ليه علاقة بكمية المية اللي جاي، الفيضان اللي جاي ده جاي ميته كتيرة ولا ميته قليلة ولا مفيش اصلا، ولا يعني ايه هيدرولوجية النهر شكلها عامل ازاي. على قد المية ما هي جاية وحالة الفيضان اللي موجودة يملوا. تمام؟ طيب، تناول كمان البيان مرحلة الملء الاولى، لان احنا برضو زي ما قلت لكم ان احنا مع تنمية اثيوبيا وتنمية الشعب الاثيوبي. طيب املى بسرعة وشغل التوربينات بتاعتك عشان يبقى عندك طاقة اللي اصلا انت باني السد ده علشانها. انت باني السد ده عشان يبقى عندك طاقة، فبالتالي تقدر تعمل مشروعات للتنمية المستدامة اللي موجودة في اثيوبيا. اهلا وسهلا، اتفضل اشتغل. شغل المرحلة الاولى من التربونات وماشي الدنيا. تمام؟ وده من غير ما يبقى فيه تأثير على دول المصب. طيب، تم التوصل كمان لتعريف وتوصيف الجفاف، والجفاف الممتد. يعني ايه؟ يعني ايه لا ده اصل ممكن من وجهه نظرك انت ان في جفاف، هو يقول لك لا ده ما فيش، ده الامطار جايه كويسه. طب ما هي كويسه عندك، بس لحد ما تجيلي وفي تبخير وفي حاجات كتيره قوي بتؤثر على الميه. طيب لازم يتوصف في الكلام ده شكله عامل ازاي، جفاف وجفاف ممتد. ده تم توصيفه. تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ ان هيتم استكمال المباحثات الفنية والقانونية في خلال اطار زمني محدد، اعتقد هيبقى في خلال الاسبوعين اللي جايين دول. وهينتهي الاجتماع ده في نهاية شهر يناير. طبعا ده كان من ضمن الحاجات اللي كانت شغلة بال المصريين بشكل كتير وكبير جدا 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 في الاونه الاخيره، لان كان عندنا مشاكل في وجهه نظرنا في قواعد وتشغيل السد واليات التطبيق اصلا. فكل الكلام ده هيتم الاتفاق عليه الحمد لله، وده في الفتره المقبله. طيب انا عايز بعد ما بنتكلم عن الكلام ده كله، طيب عندك حاجة تانية، عندك مشكلة لو في خناقة مثلا ما بيننا وما بين اثيوبيا، هيبقى في لجنة لفض المنازعات اللي موجودة دي. اللجنة دي بيبقى متفقين بشكل نهائي طبعا الضامن للقصة دي كلها الولايات المتحدة الامريكية. ومصر لما توجهت للولايات المتحدة الامريكية علشان تقدر تضغط على اثيوبيا
مش هنقول بقى فرض وجهة النظر المصرية، لا لفرض الآلية المنطقية والحق في الحياة لكل الشعوب اللي موجودة في المنطقة. فتم التوافق على ده. فأنا بقول لكم كده بس سريعا علشان المواقع التانية اللي بتقعد تكتب ومش عارف ايه وحصل ايه وعايز يلخبطك او عايز ياخد منك الموضوع علشان يوديك في حتة تانية وما يحسكش بقد انت بقيت كبير وبقيت على فكرة يعني في ناس وجعهم قوي الحكاية دي، يعني ان انت بقى كلمتك بالطريقة دي وان في ناس تانية كانت فاكرة نفسها كبيرة قوي ولقوا ان هم صغيرين قوي. طيب الخلاصة ان مصر ما تعرضتش لأي نوع من انواع الضغوط عشان تتنازل عن بعض مطالبها، بالعكس البيان الختامي كان واضح ووضع أسس في منطقها فلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية زي ما قلت لكم. طيب خلينا بقى نروح لإنجاز جديد، يعني خبر سريع كده خاص ب امبارح مصر استضافت الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، وده بحضور وزراء وممثلين الدول السبعة المؤسسين لهذه المنظومة. يعني طبعا بجانب المؤسسين السبعة كانت موجودة ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. المنتدى ده على فكرة تم تأسيسه في مصر السنة اللي فاتت ويناير يعني، وضم في عضويته سبع دول مؤسسين. امبارح كمان طلبت فرنسا انها تنضم رسميا الى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط بصفتها دولة من دول منطقة البحر المتوسط. وكمان طلب نائب مساعد وزير الطاقة الامريكي انضمام الولايات المتحدة الامريكية كمراقب بصفة دايمة في هذا المنتدى. خلينا نقول لكم شوية معلومات كده عن المنتدى ده. في معانا كده انفوجراف سريع هيسهل لنا حاجات كتيرة قوي. المنتدى ده تأسس في يناير سنة 2019 بيضم عضويته زي ما قلنا مصر، إسرائيل، قبرص، اليونان، إيطاليا، الأردن والسلطة الفلسطينية. وكمان هنحط احنا بقى عليهم ان فرنسا طلبت، فأعتقد ان اكيد يعني فرنسا من الدول الكبيرة المحورية اللي وجودها مهم، فأعتقد ان هيتم الموافقة على وجودها داخل هذه المجموعة. المقر الدائم ليها هو هنا في القاهرة في جمهورية مصر العربية. ممكن لأي دولة من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز إن هي أو دول العبور كمان إن هي تنضم لعضويتي، وده بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة اللي بيتفق عليها من الدول المؤسسين. برضو اتفق الأعضاء على أن يكون القطاع الخاص دور مهم في هذا المنتدى، وده علشان يقدر يدعم الأنشطة الموجودة، وطبعا بيدعى كمان للمشاركة في أنشطة المنتدى. تمام، ده يعني عايز أقول لكم كده سريعا من أهم الحاجات اللي دارت خلال الأسبوع اللي فات بتقول لكم قد إيه إن مصر كبيرة وقد ايه. تخيلوا لما فرنسا بتطلب يا جماعه لو سمحت خلونا العب معاكم، يعني انت شوف الفكره بقى وصلت لحد فين. طيب لما انت تبقى كبير ويبقى عندك هذه القدره الكبيره في ناس هتسيبك؟ لا مش هتسيبك، هي عايزه تحبطك، عايزه تحسسك لا انت ما عملتش حاجه، لا انت ما في. انا والله بجد لما بنقعد لما بقعد كده بيني وبين نفسي وبنقعد نشوف هل احنا كان ممكن نبقى في حته احسن من اللي احنا فيها النهارده دي في خلال وقت زمني قصير، فكروا فيها يعني ايه السيناريوهات اللي كانت مطروحه، كان ممكن نبقى فين احسن من كده. يعني انت داخليا وخارجيا وافريقيا وعالميا ودوليا وبتحمي نفسك وقادر. انا لا يمكن انسى الفتره اللي الطيارات بتاعتنا كانت رايحه تعمل صيانه ما رجعتش، كان في ناس يعني بتضغط عليك بشكل قوي. دلوقتي انت الحمد لله بقيت قوي. طيب وانت قوي كده في ناس برضو بقول لك عايزه تحبطك، عايزه. طب احبطك ازاي؟ اني اعمل لك اشاعات، افضل وراك كده اقعد اقول لك في حاجات غلط حاجات غلط حاجات غلط، اخنقك من البلد. طيب عندنا في مصر مركز خاص بمجلس الوزراء
وهو بصراحة المركز الإعلامي هناك بيمسك الإشاعات دي وبيرد عليها وبيعطوا لنا احنا التقرير علشان نقول لكم يا مصريين الإشاعة اهي والحقيقة اهي. تعالوا مع بعض نشوف هذا التقرير اللي بشكر عليه جدا 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 المجموعة الإعلامية الخاصة بمجلس الوزراء. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده. شائعات وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية كرت الفلاح. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق كرت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين تمهيدا لتعميم في باقي المحافظات بنهاية عام 2020. الشائعة: اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو 2020. الحقيقة: وزارة التموين توضح أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل. الشائعة: ربط المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة. الحقيقة: وزارة التعليم العالي تؤكد أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، وتوضح أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليون و700 ألف مواطن خلال عام 2019. الشائعة: نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام. الحقيقة: وزارة التعليم العالي تؤكد أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليها، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، وتوضح أنه جاري تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له بنسبة 30%. الشائعة: الحكومة تمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود توريدات للجهات الحكومية. الحقيقة: وزارة التجارة والصناعة تؤكد حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، وذلك حرصا منها على صالح الصناعة المصرية وتعزيزا لدور الإنتاج المحلي. الشائعة: تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه. الحقيقة: البنك المركزي يؤكد وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عملية تزييف لعملات النقد الورقية، ويوضح أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها. الشائعة: تلف المحاصيل الزراعية تأثرا بالتغيرات المناخية. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من التغيرات المناخية، وتوضح أنه قد تم تحقيق فائض من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 5.8% خلال عام 2019. الشائعة: استيراد الحكومة شحنة تقوي فاسدة. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية. الشائعة: إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدع الأصفر. الحقيقة: وزارة الزراعة توضح أنه تم اعتماد أصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصدع التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، وتشير إلى تنظيم ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات. الشائعة: نقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات. الحقيقة: وزارة الزراعة تؤكد أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل، وتشير إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
رجع لكم تاني بعد هذا الفاصل، واحنا بنتكلم دلوقتي معاكم عن فنكوش. فنكوش كان اسمه بوابة مصر الرقمية. هذا الفنكوش هل هو فنكوش؟ أنا بيسعدني الأول ويشرفني جدا وجود الدكتورة ميناس إبراهيم، هي العضو منتدب والرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك، منورانا. منور بوجودك وقناة المحور وكل من فيها، تحية كبيرة جدا. أخبار الفنكوش إيه؟ الفنكوش طلع مش فنكوش، طلع مشروع بجد. وأنت شفت بنفسك. صح بزبط. أنا في البداية عايز يعني أقول لكم أنا رحت، كان في دعوة من بوابة مصر الرقمية للبرنامج إن إحنا نروح نزور بوابة مصر الرقمية. الأول ما كنتش فاهم يعني إيه بوابة مصر الرقمية، يعني إيه؟ قلت هروح أشوف حاجة صغيرة يعني. رحت انبهرت، لقيت الحكاية كبيرة والحكاية ضخمة. هنتكلم معاكم النهاردة إحنا بنعمل إيه. في البداية أنا انبهرت جدا بصراحة بيكم وفريق العمل بتاعكم، وعايز اشكركم بجد على 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 الصوره المحترمه اللي انتوا قدمتوها دي. مبدئيا انا اللي بشكر حضرتك انك زرتنا، وبشكر كل فريق العمل اللي بيشتغل ليل نهار. وحقيقي انا معايا مجموعه من الشباب المصري اللي يفرح، من اكفأ شباب مصر. ولازم ابتدي الشكر بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي لولا دعمه ما كانتش الشركه انشئت اصلا، لان الشركه انشئت بعد ما تعرض مشروعها بالكامل على فخامته في وجود القياده السياسيه المعنيه. وكان اكتر حاجه مهتم بيها ساعتها توفير فرص عمل غير تقليديه للشباب في مجال التحول والثوره التكنولوجيه الرابعه والتحول الاقتصادي الرقمي. وعشان كده انشئت ايجي جيت. فانا وكل فريق عمل ايجي جيت بنهدي النجاح اللي عملناه لفخامه الرئيس وللقياده السياسيه. انتوا مش في مصر يعني؟ انا شوف والله بجد انا شفت، انا حسيت اكني في دبي يعني. تحس ما رحت انك انت سافرت من مصر لدوله متقدمه جدا جدا جدا. هقول لكم بقى ايجي كيت عملت ايه يعني. اول ما رحت الدكتوره يعني ايه خدتني كده، ضحكت عليا، لبستني نظاره وقالت لي استاذ احمد البس كده النظاره دي. لبست نظاره كده على دماغي وقالت لي اتفرج. انا عايز اقول لكم يعني في فيديو موجود معانا، تسمح لي يا دكتور بس كده اعرضه. عن وثقوا كل الاثار المصريه يعني، مسجد محمد علي، القلعه، كل المعابد الفرعونيه اللي موجوده كلها. انت بتمشي جوه المكان، انت لابس النظاره بتتجول جوه هذا المكان، بتتفرج على المكان بحريه تامه، ويعني بتشوف التفاصيل. تعالوا مع بعض نشوف ده ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتوره ميناس. شفتوا الايدين اللي عامله كده دي في اللحظه دي بتبقى حضرتك لابس النضاره وبتتمشى جوه المكان. هو ايه الهدف من الاول ان احنا نصور الكلام ده؟ لعبه يعني نلعب بيها، ولا في هدف تاني ورا القصه؟ صدق ده احلى سؤال اتسالته من ساعه ما عملت الشركه دي. الهدف من ان احنا نصور مصر بتقنيه الواقع الافتراضي والمعزز، ان احنا نطلع بمصر للعالم، نعزمهم على مصر ونعرفهم هم فاتهم ايه ان هم ما زاروش مصر، عشان نزود حجم السياحة الوافدة لمصر ونروج لأنماط جديدة من السياحة، زي السياحة العلاجية، زي السياحة الدينية. احنا عملنا شغل في رحلة العائلة المقدسة، الحقيقة لما اتعرض على البابا توادرس الثاني انبهر، وما كنتش متوقعة انبهاره لانه زار الاماكن دي كلها. لا طبعا، على حد قوله قال انا زرت الاماكن دي بس ما زرتهاش بالجمال ده، لانها كأنها زيارة خاصة جدا. صح. تخيل العالم كله خدت مصر ورحت لهم بيتفرجوا عليه من هم في الشغل، هم في البيت، هم في اي كافيه، whatever، وزيارة خاصة جدا. ده عشان نزود الديماند على ان الطلب احنا نزود الطلب. تمام. عشان ان احنا نجيب الناس لمصر. و ايه ده حضرتك لبست البابا توادرس النضاره؟ ده الاقوى بقى من كده، ان انا بعد ما لبست البابا توادرس النضاره هو تكرم علينا بانه دعانا في الاجتماع كان داعي فيه 50 اسقف من حول العالم. اتبسط في اللحظه دي؟ اتبسط. اه ده انا هوري حضرتك الحضور كان قد ايه. كل المطارنا والاساقفه من 50 دوله حول، كل دول لبسوا النضاره وتمشوا في رحله العائله المقدسه. كنا عاملين بوستر بسيط بنوزعه عليهم، قالوا كلمه جميله قوي،
خدوا البوستر ولزقوه على جدران الكنايس في الكنايس بره، قالوا ولادنا من حقهم يشوفوا ده. صح، جوه مصر وبره مصر. جوه مصر. بس هل انا هستفاد من ده؟ يعني احنا كدوله مجرد ان انزل الاب او اخش على الجيت واخش اتفرج ببلاش؟ هقول لك بقى حاجتين. احنا عندنا 25 نقطه، الممهد منهم 5. فاحنا لما عملنا الفي ار قلنا الممهد يزوروه والمش ممهد يفي اروه يشوفوه. هيزوروه من خلال الباكجز اللي بتقدمها شركات السياحه. تمام. طب ايه اللي مش ممهد؟ خدني كده بالراحه اقول لك على ايكويشن بسيط. نعم. طيب تسمحي لي يعني هنكمل النقطه دي، هنتكلم عن رحله العائله المقدسه، واعتقد ان ده مشروع قومي مصري دلوقتي بيقدم للعالم، وسياحه جديده ما كانتش موجوده، ان احنا نمشي في باث او نمشي في طريق اللي مشيت فيه ستنا مريم وسيدنا عيسى داخل مصر. هنكمل معاكم ولكن هنطلع لفاصل سريع. دكتوره ميناس موجوده معانا، هنكمل معاها ان شاء الله بعد هذا الفاصل. لسه مكملين معاكم صوت الناس، والدكتوره ميناس ابراهيم لسه موجوده معانا. دكتوره ميناس، احنا شفنا الفيديو دلوقتي الخاص ده برحله العائله المقدسه. الصور دي صور حقيقيه ولا صور فيرتشوال ولا دي صور بتقنيه الواقع الافتراضي باستخدام الثوره التكنولوجيه الرابعه؟ كل ده من جوه النضاره. ده اللي انا عايزه اقوله لحضرتك. تخيل ان احنا عندنا 25 نقطه، عملنا الزياره بدولار، يبقى المسار ب 25 دولار. بره العالم ناس عطشانه لرحله العائله المقدسه، عددهم حوالي 2 مليار مسيحي نفسهم يحجوا، ومسلمين على فكره كمان برضه عايزين يشوفوا. ده انا بقول اللي هم لازم يحجوا. اضرب 2 مليار في 25 دولار يبقى 50 مليار دولار، واضربها بقى في 15 في 16 وشوف نبقى احنا وفرنا قد ايه لمصر. لا كتير جدا، فلوس كتيرة. طيب هل البوابة دي احنا ممكن نستغلها كمان لتسويق منتجات مصرية مثلا؟ بالظبط. شفت حضرتك الكوينز دي؟ الكوينز دي كوين صك العملة عاملاها وزارة المالية، ممكن تكون بتسوق منتجات الصناعات الحرفية اللي حوالين الكنيسة كسوفونيرز، لان احنا متعاقدين مع اسر منتجة كتير جدا بتصنع صناعات حرفية. في صور انا فرجتها لحضرتك عندنا بتاعت فخار بيعملها واحد في الفيوم في مكان بسيط جدا. شوف احنا مصورينها له ازاي ورافعينها. يا ريت الصوره لو الصوره جاهزه يا ريت نطلع صور الفخار، الحاجات الفخار. احنا عاملين منصه للتجاره الالكترونيه للاسر المنتجه وللمشروعات المتوسطه والصغيره والكبيره. انتوا عاملين منصه فعلا الكترونيه طب مش كان في مفروض حد كان اعتقد في وزاره التضامن كانوا بيتكلموا انهم عايزين بيدوروا انهم ينشئوا حاجه زي كده؟ احنا موجودين وتحت امرهم، يعتبروا المنصه دي هي المنصه خاصه بيهم. دي الويب سايت؟ بيدخل على الويب سايت بيختار الكوميرس، لان انت في عندك ترافل وعندك كوميرس وعندك اكاديمي وعندك ميديا. اهو شايف الفخار. انتوا اللي بتصوروا ده؟ احنا اللي بنصور. انا اللي بصور وانا اللي بوصف وانا اللي بانتجريت. هنا ده البرودكت نفسه، المنتج نفسه. ده عالميا بقى، اللي عايز يخش يشتري المنتج المصري بيخش على ايجي جيت ينقي المنتج اللي هو عايزه وبيروح له بالشيبينج بكله. بزبط. صح، احنا انتجريتد مع البنك مع الشيبينج. طيب انا بقى كواحد بينتج ده، بص كمان بنعمل له موك اب عشان الصوره. بنعمل لها شويه اديتنج فتبقى شكلها حلو، سيلبل برودكت. عايز تبيعها، تعرف تبيعها. طيب انا سؤال، انا دلوقتي انا اللي صنع الكوبايه دي ما دفع لكمش اي حاجه خالص؟ احنا تعاقدنا، ادينا له اي شوب مجانا باسمه، عملنا له انتجريشن مع البنك عشان البيمنت جيت واي، انتجريتد مع لوجيستكس، الصور وصفناها، ادينا له تريننج على الباك اند،
كل اللي بنعمله. لو باع بناخد كوميشن، ما باعش. طيب يعني اي حد في مصر دلوقتي عنده برودكت عايز يسوقه عالميا ديفينتلي يجي لكم يسوق ده، ما بتدفعش جنيه ديفينتلي. وانا سعيده جدا ان حضرتك تقول كده لكل مصنعين مصر. انت شرط واحد، إيه؟ منتج مصري عالي الجوده، انه يبقى قابل للتصدير. فعشان كده الاسر المنتجه ولو وزاره التضامن حضرتك بتقول احنا سعداء ان احنا نديلها المنصه دي، يعني المنصه دي اوريدي موجوده محترم. فبدل ما انفست ماني في ان احنا ننشئ منصه جديده، خلينا انفست ماني في ماركتنج. تمام. طب هل عندكم مسوقين؟ طبعا عند احنا اساسا شركه تسويق رقمي وانتاج فني اللي هو الاميرسيف ميديا. احنا عاملين انفراستراكشر تكنولوجي لشركات السياحه وانفراستراكشر للمصنعين المصريين. بنطلع المنتجات المصريه بطريقه غير تقليديه عشان نعلي الديماند عليها. تمام. فنجيب سياحه بطريقه جديده، ثوره تكنولوجيه رابعه، ونزود حجم صادرات. في حاجه مره حضرتك قلتيها واحنا كنا بندردش، قلت لي الشاب بدل ما هو قاعد على الموبايل، لا انا خليه يكسب فلوس. ازاي؟ احنا عندنا مبادره لتوفير 1,000,000 فرصه عمل غير تقليديه للشباب، وبستغل برنامج حضرتك اني بوجه دعوه لشباب مصر كلهم ان هم يدخلوا على edgate.com، يدخل على الاكاديمي، يملا ريجستريشن. بنديله كورس 5 ايام. أوكي. ده تاهيل. أوكي. لفرصه عمل غير تقليديه. بعد ما بيخلص الكورس بديله تيست بسيط، اول ما بيجتازه بديله ديبت كارد من البنك عليه اسمه، بيدخل على الباك اند بتاعت ايجي جيت كلها. شوف حضرتك كل الصور دي رحله عائله مقدسه، صناعه، سياحه، يسوق اللي هو عايزه، يسوق اللي هو عايزه وينفذ اللي انا دربته عليه. اول ما بتحصل الترانزاكشن من على عنوان موبايله بتنزل الكوميشن اخر كل شهر، يعدي على اي اي تي ام ياخد فلوس. شوف بقى حضرتك لو واحد سوق منتج، يعني نفس قعدتك على الموبايل بدل ما انت قاعد عملت تقلب على الفيسبوك وكده وخلاص وبتتفرج، لا خليك ايجابي وشارك بانك تبيع منتج بلدك. تبيع منتج بلدك، رائعة. تدعم سياحة بلدك، توفر فرصة دخل غير تقليدية ليك سواء بتشتغل أو لسه وبتدرس. مع إيجي جيت ماسكة الموبايل فرصة عمل لكل شاب. ندي إكويجن برضو بسيطة، لو باع 100 منتج ب $50 يعني $5,000، لو الكوميشن بتاعه حوالي 10% يبقى أخد $500 يعني في حدود 7.5 ل 8,000 جنيه. أنا سمعت إن الموضوع مش هيقف بس عند إيجي جيت، انما كمان في مبادره من السيد الرئيس لان الموضوع يكبر ويبقى افريقيا. مظبوط. احنا فخامه الرئيس كان صرح في الاي سي تي ان احنا انه مطلوب اعداد منصه للدول الافريقيه. احنا خدنا التكليف من اول ما اصدر الكلام، خدنا تكليف على عاتقنا ان احنا اوريدي انشانا منصه تحت اسم افريكان جيت، والسوفت لونش ليها 15/3 هتبقى موجوده للتجاره البي تو بي بقى ليفل اعلى، تصدير كونتينرز هيبقى مرفوع عليها منتجات. احنا اوريدي دلوقتي بنتست 15/3 هنلونش افريكا جيت وهنتوجه 15/3 اللي جاي ده. مظبوط. هيبقى يا ريت نبقى موجودين معاكم. انا اصلا يعني اللي انا شفته عندكم في الشركه انا عايز انقله طبعا لكل الساده المشاهدين، ولو تسمح لنا يبقى في دعوه عندكم نعمل لقاء تاني اكبر شويه، يعني يمكن الوقت ما ساعدناش قوي في ان احنا نوري الناس بشكل كبير قوي الفي ار، وان احنا نلبس النضاره ونوري الناس احنا بنعمل ايه واحنا لابسين النضاره بتبقى شكلها عامل ازاي، قصه فرص العمل. يعني الدكتوره من الناس بتقول في 1,000,000 فرصه عمل بيقدروا يوفروها دلوقتي وانت قاعد على الموبايل. لو بتحب تشتغل بقى، خلصت شغلك قاعد على القهوه، بدل ما انت قاعد تسوق حاجه، بعت حاجه، طلعت كوميشن، خلصت القصة. يعني لا بصراحة طريقة تفكير انا عايز اقول لك ان دي كانت اكتر الحاجات اللي اهتم بيها فخامة الرئيس وهو بينشئ ايجي جيت، ان احنا اللي هم الاسر المنتجة محدودي الدخل اللي بيصنعوا صناعات حرفية والشباب، وان احنا نستخدم الثورة التكنولوجية الرابعة في ان احنا نسوق لمصر بطريقة غير تقليدية. تقدر تقول حضرتك ان شركة ايجي جيت هي شركة تسويق مصر باستخدام التكنولوجيا او الثوره التكنولوجيه الرابعه. الدكتوره ميناس ابراهيم العضو منتدب والرئيس التنفيذي لبوابه مصر الرقميه، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. شرف كبير جدا ان احنا يبقى عندنا هذا النموذج المصري المتطور للغايه، اللي يعني انا بقول لكم انا اكني شفت اكني سافرت الامارات والله، يعني حاجه من الحاجات. عايز اقول لك ان هم طلبوا ان احنا نعمل لهم دبي جيت، بس احنا قلنا لازم مصر تكون ليها السبق. بشكرك جدا على وجودك. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتكم النهارده من برنامجكم صوت الناس. هذه المبادره مكمله معاكم ان شاء الله مع ايجي جيت، وهنروح نصور معاهم في الشركه علشان نوري ناس بس مصر شكلها عامل ازاي. مصر جايه بقوه، مصر جت بقوه. ده برنامجكم برنامج صوت الناس، كان معكم احمد الشاعر، اترككم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.